يقول السائل: أنا رجل تائب في رمضان، ولكن المعاصي التي كنت أقوم بها تطاردني في صلاة المفروضة وصلاة القيام، وأنا أصدها في كل مرة بالاستعاذة من الشيطان، وأفكر في تفاصيل المعصية في الصلاة ثم أستعيذ بالله مرة أخرى، فماذا أفعل؟ أثابكم الله. عليك بالتوبة إلى الله ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاصدق في التوبة وأبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت لوساوس الشيطان. نعم.